دشنا المستشفى الجمهوري قسم الرقود أو رقود الباطنية وسط استمرار العدوان قصف المنشآت الصحية والمرافق الخدمية في عموم اليمن. هي الحياة التي يراد لها أن تبقى في ظل هذا العدوان. هم اليمنيين الذين إن صمموا على فعل شيء نالوه. هذا ما يتجسد في افتتاح مركز الرقود لأمراض الباطنة في المستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة، الذي عاد بحلته الجديدة ليسطر انتصارا جديد. افتتاح قسم الباطنية من خلال انهيار كثير من الأقسام والمستشفيات الموجودة في الجمهورية اليمنية عبارة عن وضمة، يعني عبارة عن شمعة أمل، رسالة إلى الآخر أن احنا ما زلنا موجودين، ما احنا ما زلنا نقدم الخدمة الصحية في ظل هذه الأوضاع. القسم يحتوي على قرابة تقريبا 100 سرير من كافة التخصصات، من وحدة الدم، وحدة القلب التخصصية، وحدة العلوم العصبية، وحدة الباطنية العامة والجهاز الهضمي. حالات كثيرة يعمل على استقباله قسم الباطنية من كل محافظات الجمهورية في وضع يفتقر لأقل الإمكانيات الدوائية التي حاول العدوان أن يحجبها عن المرضى، لتثبت إدارة المستشفى أنها جديرة بالتحدي والانتصار على كل صلف وحصار. بفضل الله سبحانه وتعالى وبرغم هذه الظروف الصعبة والفترة التي نمر فيها المعقدة، أنجزنا تقريبا 4 مراكز في المستشفى الجمهوري. أولا مستشفى الطوارئ، حيث عملنا غرفة عمليات وعناية مركزة وزودناه بالوسائل التشخيصية والمخبرية، وأيضا مركز العيون بأحدث الأجهزة ويوازي المراكز الأخرى في الدول المجاورة، وأيضا مركز الغسيل الكلوي ب15 سرير. وسط الزحام أناس كثرون يبحثون عن الدواء الذي لن يغيب طالما اليمني هو العقار الرئيسي الذي كون هذا الدواء. رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا والعدوان الغاشم السافر الذي يدمر كل شيء في البلد، لن نتوقف وسنعمل بكل ما لدينا من طاقة ومساعدة الشرفاء في هذا البلد من أجل رفع المستوى الصحي وخدمة المواطن اليمني. بلسم الأوجاع من كل سقم هو أن تتحدى المرض في أشد مراحله. هذا ما كان قد أوصله القائمون على المستشفى من خلال استمرار العطاء وافتتاح أقسام جديدة ومراكز متنوعة رغم قصف العدوان وتدميره لكل المؤسسات الطبية والمدنية. فأي انتصار أقوى من التحدي؟ محمد جميل، اليمن اليوم.